أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. جولتنا تنطلق من أروقة صحافتنا المحلية التي اهتمت بجلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس، ونستهلها بهذا الخبر من صحيفة الراي التي تناولت برقية التهنئة التي بعثها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي. عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب. في السياق ذاته كتبت صحيفة الكويتية هذا الماشيت: سمو الأمير يهنئ وزير المالية ويشيد بكفاءته خلال ردوده على محاور الاستجواب. وعلى نفس الخط طبعت صحيفة النهار هذا الماشيت: سمو ولي العهد يشيد بالأداء المتميز لوزير المالية في ردوده على محاور الاستجواب. الحكومة تنجح في اختبار الاستجوابين، تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة القبس إن الاستجوابين المقدمين إلى وزيري المالية براك الشيتان والتربية سعود الحربي عبرا بالوزيرين بر الأمان من دون طلبات طرح ثقة في جلسة ماراثونية تخللتها ممارسة راقية للأداة الدستورية وفق بها الجانبان البرلماني والحكومي وسط تأكيد تعاون السلطتين من رئيس الحكومة والمجلس. وجدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التأكيد على عدم جواز عقد الجلسات عن بعد دستوريا ولائحيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الجلسات. في صحيفة الجريدة قالت أنه في موازاة تشديده على ضرورة استمرار تعاون مجلس الأمة مع الحكومة في تكريس الالتزام بالإرشادات الصحية ووضع الصحة العامة في الاعتبار الأول، أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن القلق الحكومي من ارتفاع أعداد إصابات المواطنين بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة. يعني بعد هذه العناوين العديدة في الصحافة المحلية، دكتور، ما هو تعليقك على ما شاهدناه من ممارسة ديمقراطية في جلسة الأمس؟ نعم سعود، يعني بالأمس كنا في مع يوم برلماني طويل لا شك، ويوم حافل حقيقة ومشهد ديمقراطي كويتي نعتز به جميعا. يعني شاهدنا استجوابين مقدمين لوزيرين في الحكومة الكويتية، وزير التربية ووزير المالية، وبالفعل كانت يعني مواجهة برلمانية سياسية راقية من الجانبين، الجانب البرلماني الذي يحقق الدور الرقابي من خلال استخدام أداة الاستجواب وفقا للمادة 100 من الدستور الكويتي التي يعني تعطي للنائب توجيه الاستجوابات لرئيس الوزراء أو الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصه، وهذا تحقيق المبدأ ومادة دستورية بالتأكيد. لذلك جاءت الاستجوابات بالأمس حقيقة يعني بطريقة تحقق هذا المبدأ الرقابي لدور عضو مجلس الأمة، وبالتالي كانت هناك نوع من يعني المواجهة الراقية من خلال تقديم الحجج وتفنيدها والرد عليها، وبالتالي واجهنا يعني ممارسة ديمقراطية متميزة بالفعل من كلا النائبين المقدمين الاستجواب، وكذلك ردود الوزراء كانت في مستوى يعني المساءلة البرلمانية الموجهة لهما. هذا الأمر يعني يجعلنا نتوقف أخوي سعود ربما عند بعض المعاني التي يجب يعني أن أؤكد عليها، وهي أنه ممارسة حق الاستجواب هي حق لكل نائب بلا شك، وبالتالي يجب أن تكون هذه الممارسة مسؤولة وتحقق الغاية الرقابية المطلوبة منها، ولا تتحول إلى أداة للصراع أو تصفية الحسابات أو الخصومات الشخصية، لأن الممارسة الديمقراطية ترتقي من خلال الممارسة السليمة لها ومن خلال الدور الرقابي الدستوري المنوط بنائب مجلس الأمة وفقا للأصول المطلوبة. وبالتالي فإن يعني الاستجواب هو عبارة عن سؤال برلماني مغلظ يقدم للوزير في شؤون وزارته، والهدف منه تحقيق الرقابة وتصحيح المسار ويعني تحقيق الدور الرقابي المهم الذي يساهم في تحقيق التنمية ويساهم في يعني التنمية ويساهم في تعديل أو تصحيح الأخطاء الموجودة.
ومن ثم يعني اليوم نحن امام يعني ممارسه ديمقراطيه مستمره، وهذا الدور البرلماني الديمقراطي الذي يتجلى في اجلى صوره في اداء استخدام اداه الاستجواب البرلماني من قبل النواب، ويتم تقبل نتائج الاستجواب سواء انتهت بطلبات طرح ثقه او عدمه والاكتفاء بتوصيات، هي تبقى ممارسه يعني في حدودها الدستوريه ومقبوله شعبيا، وتؤدي رسالتها السياسيه الرقابيه في مجلس الامه. نعم دكتور، عنوان اخر في صحيفه الانباء: التكويت في السكنيه بدا ويكتمل في 2021، والفارس تنهي خدمات 135 موظفا غير كويتي في المرحلة الأولى بنسبة 33%، والثانية تبدأ في الأول من شهر نوفمبر لعام 2020، والثالثة في الأول من شهر أبريل عام 2021. وفي صحيفة الصباح نقرأ: تأكيد دولة الكويت أمس أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدواني وباطل قانونيا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال غنيم أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك في إطار البند السابع لأعمال الدورة 43 للمجلس التي استؤنفت أمس بعد انقطاع لمدة 3 أشهر بسبب حظر الاجتماعات داخل الأمم المتحدة في جنيف بسبب أزمة جائحة كورونا. مشاهدينا، ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفصل، التجه إلى الصحافة العربية والعالمية. دوليا مشاهدينا، نبدأ بتقرير لصحيفة الجارديان حول الاشتباك على الحدود بين الهند والصين. وحسب نيودلهي فإن 20 جنديا من أفرادها لقوا مصرعهم في مواجهة عنيفة مع الجنود الصينيين على الحدود في الهيمالايا المتنازع عليها، مما أثار توترات في المنطقة المضطربة بالفعل. وتعد الوفيات أول خسارة في الأرواح في المنطقة الحدودية منذ 45 عاما على الأقل، وتأتي وسط تجدد النزاع بين البلدين في الأسابيع الأخيرة. اشتبك الجنود الهنود والصينيون الذين لا يحملون أسلحة في المنطقة في كثير من الأحيان لتجنب تصاعد النزاعات في شجار واحتجاز بعضهم البعض في الأسابيع الأخيرة. يعني نتحدث عن هذه المواجهة دكتور، هل البلدان على حافة مواجهة قد تتسع أكثر من هذا الحدث؟ طبعا أخوي سعود، يعني بالنظر إلى التوتر الحدودي الحاصل حاليا أو بالأمس تحديدا بين الحدود الصينية الهندية، لا شك هذا يعني ينطلق من صورة أكبر تمتد إلى التجاذبات السياسية الدولية بين بكين وواشنطن، لانه هناك يعني نوعا ما ممكن ان نحلل الموقف بانه الهند تضع نفسها اليوم في كواجهه او في جبهه الصراع والحرب البارده بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، على اساس التحالف المتنامي بين الهند وامريكا، وبالتالي تعتبر الهند اليوم واجهه او ارض او جبهه أمريكية في هذا الصراع، وهذا ما يفسر لنا الصراع الحالي وتصعيده، رغم أن هناك يعني تاريخيا بعض المناوشات وبعض التماس الحدودي عبر التاريخ بين الهند والصين، ولكن له لم يبلغ إلى هذه الدرجة وإلى هذا المدى. ومن ثم أيضا في المقابل يمكن أن نفسر موقف الصين بأنه محاولة لإثبات وجودها وقوتها في مواجهة أمريكا التي تستخدم الحليف الهندي في مثل هذه المواجهات، كما أن الصين تتهم الهند صراحة بهذا الدور، من أنه الهند لا يمكن أن تصمد أو تقوم بهذا الدور لولا الدعم والتحالف الأمريكي. لذلك أعتقد أخوي سعود بأنه هذه المواجهات ربما تكون مرشحة لمزيد من الاستمرار والتصعيد، ولكن لا أعتقد أن تصل إلى حرب يعني كبيرة، هي ورقة ضغط أمريكية لإحداث القلق على الحدود الصينية في إطار ما يسمى بالحرب الباردة إن صح التعبير بين بكين وواشنطن. نعم، كما ذكرت دكتور، يعني 45 عاما من الهدوء على الحدود، لكن النيران هنا تحت الرماد، برأيك ما وجه الصراع الكامن هناك تحديدا؟
طبعا هو اساسا هي المساله الحدوديه ملتبسه هناك في عند هضبه التبت، الحدود الصينيه الهنديه، يعني مسافه قليله من الحدود ونوع من الاختلاف المستمر منذ سنوات طويله، لذلك تستغل الاطراف الدوليه مثل هذه النقاط الساخنه الحدوديه لايجاد بؤر توتر يمكن استخدامها واستغلالها في اوقات الضروره ونتيجة حسابات سياسية معينة ولتصفية حسابات سياسية معينة. لذلك يعني يبرز هنا الدور الأمريكي في مسألة ربما الدعم الهند أو تحريضها، يعني لو بالغنا في القول بمسألة التحرك العسكري الحدودي مع الصين، ليكون ذلك نوعا ما ورقة ضغط أو قوة ضاغطة على الجانب الصيني في إطار يعني المواجهة أو الحرب والتنافس التجاري بين الولايات المتحدة والصين. نعم دكتور، غير بعيد عن المنطقة حذرت كوريا الجنوبية من أنها سترد بقوة على أي عمل عدائي آخر بعد أن قامت كوريا الشمالية بتفجير مكتب اتصال تديره الدولتان بشكل مشترك في انهيار دراماتيكي للتواصل الدبلوماسي مع كيم جونغ أون. صحيفة التايمز تقول أن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع على قيام كوريا الجنوبية بعمل متبادل، كما تظهر نهاية عامين من الجهود للحد من التوترات بين الخصمين، وسيكون بمثابة أحدث انتكاسة في جهود الرئيس ترامب لإقناع كيم بالتخلي عن ترسانته النووية بعد فشل قمتيه في سد الفجوات بينهما. صحيفة الاندبندنت اهتمت بالتغطية الحية لإعلان دونالد ترامب عن حظر تطبيق الخنق من طرف الشرطة أثناء عملها الأمني كجزء من عملية جديدة تتلقى بموجبها إدارات الشرطة المحلية المنح الفيدرالية، ولكن يمكن للضباط استخدام مثل هذه المناورة إذا شعروا أن حياتهم في خطر. وتشير الصحيفة إلى أن مبررات الرئيس هي نفسها التي سمحت لبعض ضباط الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا السود على الهروب من التهم أو السجن بعد أن جادلوا في المحكمة أنهم شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر. ويقول ترامب وغيره من كبار المسؤولين في الإدارة إن هذه الإصلاحات تهدف إلى وضع المزيد من الضباط في الشوارع وجعل أقسام الشرطة أقرب من الأشخاص الذين يفترض أنهم يخدمونهم. يعني إلى أي حد ترقى إصلاحات ترامب إلى ما يطالب به المناوئون للعنصرية؟ طبعا أخوي سعود بلا شك يعني قرار ترامب الليلة الماضية بالغرض التنفيذي ما يتعلق بحماية الشرطة والإصلاحات في جهاز الشرطة على ضوء الأحداث الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية هي خطوة أو أحد الإجراءات التي بدأها ترامب منذ بداية هذه الأزمة مع مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة خنقا. هذه الخطوة محاولة من رئيس بوش لامتصاص الغضب الشعبي بلا شك، وكان أيضا قبلها قبل الرئيس ترامب عفوا ب يعني اتصال او التقاء مع مجموعه من اهالي وعائلات السود ممن تعرضوا لاجراءات قمعيه وعنف من قبل الشرطه الامريكيه. ضمن هذه الاجراءات وغيرها تاتي محاوله لتبريد الوضع الساخن يعني عنصريا داخل الولايات المتحده الامريكيه، ولكن دعنا نلاحظ انه خطاب ترامب الليله الماضيه وهو يعلن عن هذا القرار التنفيذي المتعلق بالشرطه لم يذكر شيء عن الحالة العنصرية بالفعل، ولا يزال هذا القرار يعني ربما غير يعني كافي في تحقيق أو يعني الوئام بين الجهاز الأمني الأمريكي وبين المواطنين من أصول أفريقية، ولا تزال المظاهرات مستمرة ولم يكن هناك استجابة حقيقية لهذا الدور، بل بالعكس هناك تصعيد وهناك نوع من الدحض لدور الرئيس ترامب في هذا الدور من باعتباره وصفه بأنه هو من يحرض الشرطة في أكثر من مناسبة على استخدام القسوة ضد من يعني يحاول الإخلال بالأمن في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى أنه هذا القرار التنفيذي يكاد يكون مجالا ربما للسخرية من قبل بعض المراقبين في أمريكا عندما يعني نص على أنه لا يجوز للشرطي أن يستخدم الخنق أو القوة
والعنف ضد المتظاهرين أو الأشخاص ما لم تكن حياته مهددة بالخطر. وهذا الأمر لا شك يعني اللي يصعب تحديده ويصعب الحكم عليه في مثل هذه الحالات، وبالتالي يعتبر نعم. هذا القرار كأنه مفرغ من محتواه. نعم. قالت صحيفة لوموند أن تجارب سريرية أثبتت أن نوعا من الكورتيكوستيرويد يقلل من وفيات كوفيد-19 بمقدار الثلث، ووفقا للتجربة الكلينيكية فإن هذا الدواء الذي سيتم استخدامه الآن في المملكة المتحدة هو أول دواء تم اكتشافه لتحسين بقاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة. وقالت الحكومة البريطانية أن هذا العلاج المستخدم بالفعل في العديد من المؤشرات لتأثيره القوي المضاد للالتهابات سيتم استخدامه على الفور لعلاج المرضى المصابين. وتحت عنوان لا يوجد سبب للقلق بشأن موجة ثانية، قال البروفيسور ديدييه بيت وهو طبيب وبائيات وطبيب الأمراض المعدية في مستشفيات جامعة جنيف، قال في حوار مع صحيفة لوفيغار الفرنسية بعدما شهدت الصين انتعاشا في حالات الفيروس، قال أن في هذه الظاهرة مطمئنة إلى حد ما لأنها تشهد على حقيقة أن سياسة الفحص والاختبارات لا تزال سارية. هذا جزء من مراقبة الموجة الطبيعية بعد الموجة الأولى في الوقت الحالي. يعد هذا استئنافا للتلوث في أماكن محدودة، وقد شهدت ألمانيا وكوريا الجنوبية بالفعل هذا الوضع. أيضا في سنغافورة كان هناك حديث عن موجة ثانية لوصف ما كان في الواقع انتعاشا وبائيا صغيرا ولد بين المهاجرين غير الشرعيين. يعني ما دام ان المرض تحت السيطرة ولا داعي للقلق كما ذكر البروفيسور، لكن مع الحفاظ مع التباعد الجسدي، ماذا نستخلص من هذا التصريح؟ طبعا يعني دول العالم اليوم والمنظمات الصحية اتخذت كافة الإجراءات لا يخفى، وأقصى الإجراءات تم اتخاذها وبذل لها الكثير من الميزانيات والأموال، والبحوث الطبية جارية ومستمرة كما لاحظتم اليوم. يعني هذا الاختراق الطبي الذي وصفته منظمة الصحة العالمية، هذا الدواء البريطاني الجديد الذي يعني يشافي الحالات الحرجة، بلا شك هو يعني يعتبر نقلة جديدة وبارقة أمل يمكن أن يعني يتفائل بها البشر في الأيام القادمة، وأن يكون ربما دواء أساسيا أو مساعدا في يعني الحد من هذا الوباء العالمي. لكن أخوي سعود اليوم مع كل هذه الإجراءات التي اتخذت ومع كل ما تم، تبقى اليوم المسؤولية أصبحت وقناعة عامة لدى العالم بأن المسؤولية مسؤولية مجتمعية. أيضا اليوم المجتمع هو عليه مسؤولية أن يحقق هذا التباعد وأن يتخذ الإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية في سبيل الوقاية من هذا الوباء المنتشر، والذي يعني لم يحسم حتى الآن إيجاد لقاح حقيقي نهائي حتى هذه اللحظة. لذلك يعني تبقى المسؤولية اليوم بين الناس، الوعي يجب أن يرتفع، يجب أن يكون هناك نوع من الحذر، نوع من الاستمرار وعدم التهاون في اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات السلطات الصحية في الدول. لا تزال جميعا في كل دول العالم، حتى الصين اليوم أصبحت تتخوف من موجة ثانية ربما تعود إليها، ولكن هذا الأمر يحسمه بالتأكيد هو الوعي الاجتماعي والاستمرار بالتمسك بالضوابط الصحية اللازمة، لأنه المسؤولية الاجتماعية اليوم على الشعوب هو اتباع التعليمات الصحية للوقاية من هذا الوباء العالمي. نعم دكتور، وصلنا وياك واسمع السادة المشاهدين إلى فقرة ما قال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. ما قال اليوم مشاهدينا كتبه عريف رفيق على صفحة الأولى لناشيونال إنترنت بعنوان أزمة بين الهند والصين، ولكن هذه المرة هناك فرق كبير. ليس من الواضح تماما ما يحدث على طول خط السيطرة الفعلية الذي يفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها الصين والهند على طول جبال الهملايا. ومع ذلك فإن الأصوات الأكثر مصداقية في التعليق الهندي تؤكد أنه في مايو قامت الصين بسلسلة تدخلات على طول الخط غير المحدد والمتنازع عليه. على افتراض أن هذه المزاعم صحيحة وأن هذه ليست مواجهة حدودية عفوية بين الصين والهند، يجب على المرء أن يسأل ما هي دوافع بكين
كان رد الفعل الأولي وخاصة من مراقبي الصين في الولايات المتحدة ربط حركات بكين على طول خط السيطرة الفعلية بمجموعة أوسع من الإجراءات الحاسمة، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة لزيادة تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، ويجادلون بأن بكين تستغل فراغ القيادة في آسيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة. في الواقع يبدو أن كلا من نيودلهي وواشنطن قد أخطأت في الحساب بشدة كيف سترد بكين على ضم الهند لكشمير العام الماضي، في حين أن العديد من المحللين الأمريكيين ينظرون إلى تحركات نيودلهي كمحاولة لفرض الأمر الواقع على الوضع الراهن، إلا أنهم تجاهلوا تصريحات المسؤولين الهنود بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه، ما يشير إلى أن الهند ستوسع نطاق حكمها إلى أجزاء من كشمير تحت سيطرة الصين وباكستان. مشاهدينا، وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفصل. إذا مشاهدينا الكاريكاتير اليوم من صحيفة القدس، ونشاهدها مع ضيفي الدكتور ناصر المطيري. يعني في خضم أزمة العالم مع جائحة كورونا، تستغل الكيان الصهيوني هذا الوقت، وأيضا تكثر من ضمها للأراضي الفلسطينية. تعليقك دكتور على هذا الكاريكاتير. نعم، يعني واضح هذا الرسم الكاريكاتيري يشير إلى مشروع الضم الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية. هذا المشروع الذي يواجه بلا شك يعني معارضة كبيرة، ويعني موقف حازم من قبل الفصائل الفلسطينية وحتى السلطة الفلسطينية كذلك، وإضافة إلى العديد من القادة العرب اليوم أيضا يرفضون هذا المشروع، مشروع الضم الذي يجهض كل أمل السلام في الأراضي العربية المحتلة. نعم، وبهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا من ماشية الصحافة. لا يسعني أن أشكر ضيفي عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا سعود. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا بإذن الله في نفس التوقيت، في أمان الله.